ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم السبت 6 أغسطس 2022، هيكون يومك ده سعيد جدا يا سرطان. ممكن تحصل من خلاله على إعانات كتيرة في كل مجالات حياتك. ممكن النهاردة ان الحظ يكون بيبتسم ليك بشكل واضح، وخاصة من وقت طويل انت مستني الحظ ده. هتمطر عليك النهاردة بسعادة وسلام بشكل واضح وكبير جدا. هتلاقي النهاردة فرصة مناسبة علشان تتخلص من كل الامراض اللي كانت عندك من مدة طويلة جدا. هتتعرف النهاردة على كل اماكن الشغل. ممكن يحصل لك حاجات تعتبر مش متوقعة في حياتك، في الحب وفي حياتك الزوجية حتى. لازم النهاردة تتجنب كل رفقة الأشخاص اللي بيعتبروا سيئين عندك. بالنسبة لك لو كنت حابب انك تعبر عن حبك اكتر لشخص النهاردة، مش هتعرف تكون في افضل مود علشان تفتح من خلاله مشاعرك لشخص مميز بعينه. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقوى موازاة الشمس للمريخ عزيمتنا اكتر وبيسرع ردود افعالنا. خليكم حذرين اكتر، رغباتكم هتبقى قوية، هنبقى سريعين في اننا نعرف نتصرف. العبور ده بيزيد من طاقتنا ومشاريعنا بشكل واضح. هنكون معتمدين على نفسنا وعلى ذاتنا، ومبشرين ومتحمسين ومستعدين علشان ندافع عن كل الحاجات اللي بنؤمن بيها. هيبقى في تأثرات تنفسية كبيرة جدا لينا في الفترة دي. الوقت هيبقى مناسب علشان نكون استباقيين، نتجنب كل الاندفاعات اللي بنبقى بنمر بيها. بيستمر القمر في عبوره لبرج العقرب لحد المساء في اليوم ده. هيكون مشكل من خلاله جوانب كتيرة مختلفة قدامنا، هيبقى فيها تناغم، هيبقى فيها استراتيجيين اكتر وعاطفيين اكتر وحكيمين اكتر. علشان كده بنستنى دخول القمر في القوس في المساء اليوم ده حتى يتغير كل التفاصيل اللي بتتعلق بينا